أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن تنفيذ 5 حملات تبتيشية مشتركة مع مجموعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة في جميع المحافظات بهدف التحقق من الالتزام بالقوانين والأنظمة والتصدي لأي ممارسات غير قانونية تؤثر على سوق العمل. وشملت الحملات التفتيشية زيارة عدد من المحال التجارية والمؤسسات الصحية، إضافة إلى عدد من مواقع العمل وأماكن تجمع العمالة. وقد أشارت الهيئة إلى تنفيذها حملة مشتركة واسعة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية نهرا والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في 3 محافظات هي العاصمة الشمالية والجنوبية، بهدف التأكد من صلاحية تراخيص عمل هذه المؤسسات واستيفاء حصول العمالة على تصاريح العمل التي تتطلب ترخيصا خاصا من نهرا، إلى جانب التحقق من التزام هذه المنشآت بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل.